حكومة بنيامين نتنياهو هي الحكومة الوحيدة في العالم التي لديها وزيران للخارجية. الأول هو إسرائيل كاتس، وهو متخصص في توبيخ الدول والمنظمات التي تعارض حرب الإبادة الجماعية في غزة أو تعترف بالدولة الفلسطينية. والثاني هو أنتوني بلينكين الذي يتفاوض باسمها ويقول بالنيابة عنها ما لا تريد قوله علناً. ومن خلال هذا الوزير نصب نتنياهو فخاً للرئيس بايدن فوقع فيه. الفخ هو أن ترك التفاوض لبلينكين من دون أن يعلن قبوله بما يتفاوض عليه، وليكون في الوقت نفسه أداة لإقناع الرئيس بايدن بأن حماس هي التي تعرقل الصفقة. بلينكين كان هو أول من قال إن بعض مطالب حماس لوقف إطلاق النار يمكن تجسيرها، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر، وهو ما تبناه بايدن على الفور خلال اجتماعات قمة السبع في إيطاليا. بايدن استبعد التوصل لاتفاق قريبا قائلا إن حركة حماس هي العائق الأكبر، والآن أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة. قبل ذلك ب 24 ساعة كان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال إن التغييرات التي اقترحتها حماس طفيفة، وإن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في الاقتراع. الشيء الواضح في خطة وقف إطلاق النار هو أن حكومة نتنياهو تبقي ثغرات في النصوص ولا تحدد مواعيد ولا خرائط للانسحاب من غزة لكي تتملص من الاتفاق فيما بعد. وعندما طالب الفريق الفلسطيني بإغلاق هذه الثغرات، أصبح في نظر رئيس بايدن هو العائق الأكبر.